بدنا نعمل كيكة البوظة، رح نحتاج لواحد كيك جاهز، كمان بدنا آيس كريم للفراولة وآيس كريم فانيلا، آيس كريم شوكولاتة، كمان بدنا نص كوب فراولة مقطعة ونص كوب شوكولاتة مكسرة أو شوكولات شيبس، كمان بدنا شوكولاتة ملونة وشوكولاتة أصابع للجوانب. طيب عندنا إحنا بقى هنا يا ستي صينية اوكي عايزه اغلفها بالنايلون اوكي عشان خاطر بتسهل لي ان انا اطلع بالظبط بس عايزين نغلف القالب بتاعنا علشان نقدر نطلع منه الكيكه بتاعتنا بسهوله تمام خلاص كده اوكي جبنا الايس كريم بتاعنا حسب ما احنا عايزين طيب هناخد دلوقتي ايه عايزين سكينة عندنا هنا برضو لو بنحب يعني شوفي احنا بنقعد يعني مثلا انا عندي هنا ايس كريم فراولة بقدر اقطع معاه فراولة صغيرة زاكي بحطها يعني بعطيها بالظبط فممكن نقطع معاه فراولة صغيرة عندي مثلا ايس كريم شوكليت عايزين يا اما بنجيب كيك جاهز يا اما زي ما انا عامله كده يا اما بنخبز كيكه في البيت يعني براحتكم زي ما انتم عايزين عندنا البسكوت ده كمان او لو تجيبوا صوابع شوكولاته فين هنا هون هنا عندي هنا نطلع المستخبي طيب يا عيني دول ايوه فعايزين تعملوها كلها بصوابع الشوكولاته دي بصير. اوكي اي حاجه طويله يعني حسب ما انتوا عايزين مفيش حاجه ملونه يعني للتزيين طيب خليني انا بسرعه انا حوري بس طبقه واحده والباقي يعني بيبقى سهل وما فيهوش حاجه يعني بس احنا هنعمل ايه هاخد اول طبقه هاخدها اهي عندي زي ما قلنا بنقدر نقطع معاها فراوله اذا تحت ايس كريم تحت ايس كريم وطبعا لازم يكون بهذه الطراوه عرفتوا ليه بخبي لقطوها في الكاميرا وهي بتاكل طلعت انا مش بتاكل الماتيريال بتاع طيب ده كده وقدام الكاميرا فانا عايزاكم تتخيلوا اللي بيبقى ورا الكاميرا عامل ازاي الف هنا وشفا على قلبك طيب هناخد الايس كريم اللي عندنا ولازم يكون طري كده اوكي طب ليه طري عشان تقدري عشان اقدر افرده ما هو لو جامد مش هيتفرد طبعا وهاخده احطه في الفريزر لازم يتحط في الفريزر يجمد لانه لو ما جمدش وحطيت عليه الطبقه الثانيه وابتديت اضغط هتتفعص وتطلع من الجناب يعني اول شيء يكون شوي سايح عشان افرده بحطه في الفريزر بجمد برجع بحط عليه بقيه المكونات بس خليني احط عليه الكيكه اوكي وكيكي على ذوقهم هاي فانيلا صح انت جايبتيها فانيلا عايزين يجيبوها شوكليت بيجيبوا شوكليت زي ما هم عايزين ريحتها زاكيه اوكي هاخدها بحطها كده بحط اول واحده كده من غير ضغط بس خفيفه انا عايزاها بس تلزق اوكي وهاخد بقيتها تقريبا احنا نقول ايه كده حطينا الطبقه الثانيه بصي هحطها في الفريزر على ما اطلع اللي انا عاملاها عشان نبتدي نشتغل فيها أوكي. وبعد كده شويه تكون دي جمدت بنطلعها نشتغل عليها هو اصلا حتى لو ما هنعمل ايه هناخد الكيكه الشوكليت الايس كريم الشوكليت اللي عندنا هخلطه مع الشوكليت شيبس وهفرده فوق يعني احنا بنعمل الطبقه الثانيه وهرجع تاني احطها برضو في الفريزر وبعدين هاخد طبقه الفانيليا واحطها فوق معناته نبدا نشتغل من هلا لانه بدا وقت ما هو بالظبط اوكي بنحط هذا عليها بصي عايزين بقى نقلبها طيب دي كده الكيكه بتاعتنا زي ما قلنا بعد ما عملناها هنعمل ايه بقى دلوقتي انا حابه ان احنا ناخد من الكيك اللي من البسكوت الصغير اللي عندنا بس عايزه ايه يعني بس هحط له نتفه اي حاجه شوكليت حبه ايس كريم اي حاجه بس حاجه ايه تضمن لي كده ان هو يلزق يلزق بس شويه كده يعني مش اكتر ما انا بساعد غاده قال بلش ضل رايحه جايه من بساعدها حق علي
بتدهنيها دهنة صغيرة؟ بس بشوكليت بأي حاجة عندنا. أوكي. يعني مش لازم. شايفة على طول لزق أي حاجة بس عندنا. ممكن تسيحوا الشوكليت وتحطوها كمان تدي طعم حلو، بس أنا قصدي لو ما فيش شوكليت إحنا ممكن من باقي من الآيس كريم اللي فاضل عندنا بنلزقه. حلوة الفكرة، منظر لا حلوة بدل اللي احنا متعودين عليه. بس شوفي هنا اتزنقنا، اتزنقنا زنقة سودة. لا خالص اتحلت الحمد لله. بس استني خلينا ايه نقطع الزيادة اللي هنا. ايوه عشان نقدر نفرد كويس. هدهن هنا برضو واعمل نفس اللي عملناه الحركة بقى. يا شو حلو شكلها. بسيطة خالص وشكلها لطيف. خلينا بقى نقطع كده حتة يا. من هنا بسم الله. نقطع منين؟ أكلك منين يا بطة؟ أكلك منين يا بطة؟ شوي بسم الله. لا هي جامدة طبعا. أنا شايفة أنا شو بقولك جامدة. أيوة يا عيني. أحلى شكلها. شكرا للمتابعة، وما تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.